السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع فيديو جديد ودائما مع الأورايمو والسماعات الجميلة. سأقوم في هذا الفيديو بشرح كيفية شبك الأورايمو مع شاشة السمارت، ومن ثم سأجيب على سؤال قد طرح علي في التعليق لحل إشكالية عدم تشغيل الموسيقى أو الاتصال على السماعتين، وسنرى هذا على هاتف النقال بحول الله. إذن ننطلق الآن مع عملية شبك السماعتين، ولقيام بهذه العملية يكفي فقط إخراج السماعتين من العلبة والتأكد من أن السماعتين تقوم بوميض أخضر حسب النوع. طبيعة السماعات، كل سماعة تومض بلون محدد، في الغالب يكون اللون أخضر الذي يشير أن السماعتين يشتغلان بشكل جيد. إذن هنا قمت بإخراج السماعتين من العلبة كما ترون، فالسماعتين الآن موجودتين على يدي صفر. إذن السماعتين الآن هما بين يدي، سأقوم بشبكهما على التلفاز. أذهب إلى القائمة، بمجرد أن أختار الصوت فأنا أجد هنا، إذن هنا نجد مخرج الصوت، أختار البلوتوث، أين أعتذر ليس هذه القائمة بل مخرج الصوت هذه. إذن هنا نجد البلوتوث، نقوم بإظهار شاشة أو لائحة الأجهزة التي تعمل على البلوتوث. إذن كما ترون هنا قام التلفاز بالتعرف على الأورايمو، فعندما يكون لديكم أجهزة هنا تعمل على البلوتوث ستظهر لكم هنا مجموعة من الأجهزة التي تشتغل على البلوتوث. بمجرد أن تختاروا الأورايمو يجب أن يقوم التلفاز بالتعرف على لا أعلم ما هو الإشكال، فكما ترون هناك إشكالية عدم تعرف التلفاز، لم يستطع التعرف على السماعتين. سأقوم بإعادة المحاولة، إذا لم يقوم بالتعرف عليهما سأقوم بإرجاع السماعتين إلى صندوق الشحن ومن ثم إخراجهما لكي يتعرف عليهما التلفاز. للأسف لم يتعرف عليهما بسرعة. سأقوم بإعادة السماعتين إلى العلبة، إذن بهذا الشكل سأقوم بإعادتهما إلى العلبة. إذن سنقوم، فالعملية ليست سهلة إذا كنت أصور في نفس الوقت. إذن قمت بإعادة الأولى، سأعيد الثانية. أريد أن أريكم تفاصيل، حسنا قمت بإعادة إذن سأضغط على إعادة المحاولة، سأقوم بإعادة إخراج السماعتين من العلبة. أعتذر لمن لا يطيق، يمكن أن تقوم ب إخراج الأولى، تقوم بطبيعة الحال بتسريع الفيديو حتى لا تعاني. إذن كما ترون، فبمجرد أن قمت بإخراج السماعتين من العلبة فقد تعرف عليهما وقام بشبكهما بطريقة تلقائية، وللتأكد من ذلك ستجدون علامة البلوتوث هنا في هذا الجانب. إذن هنا سأقوم برفع الصوت، ترون علامة البلوتوث. إذن السماعتين مشبوكتين مع الهاتف، سأقوم بوضع السماعتين بالقرب من الميكروفون لتسمعوا الصوت الذي يخرج مباشرة من السماعتين. إذن كان هذا هو الصوت الذي يخرج من السماعتين. بطبيعة الحال عندما تنتهون من استعمال السماعتين مع الهاتف يكفي مع التلفاز يكفي أن ترجعهما إلى مكانهما بالعلبة، ومباشرة سيقوم التلفاز بإلغاء شبك السماعتين. كما ترون هنا فقد قام بإلغاء شبك السماعتين. كانت هذه طريقة سهلة لشبك التلفاز مع الأورايمو، والآن سنوري لكم طريقة شبك الأورايمو مع الهاتف والتخلص من إشكالية اتصال وسماع الموسيقى.
إذن لمن يعاني إشكالية الموسيقى وموسيقى مع شبكة الموسيقى والاتصال على هاتفه، يكفي فقط أن يقوم كما قمنا قبل قليل بإخراج السماعتين شبكهما على الهاتف. إذن يختار الأوريمو، الآن اخترت الأوريمو وأضغط على الإعدادات كما تجدون هنا، فيجب أن تختاروا. يبدو أن الأوريمو لم يتعرف عليهما هاتفي، سأقوم ب دائما عندما يحصل معكم إشكالية مع الأوريمو. لقد قام بالتعرف عليهما لكنني أرجعتهما، لا إشكال، سأقوم بإعادة المحاولة. إذا يجب على الهاتف أن يكون مشبوك مع السماعتين. إذا هنا ما دام يظهر لي أنهم نسبة الشحن، أذهب إلى الإعدادات هنا. أعتذر، جيد. إذا هنا نجد إعدادات، فإن قمت بهذه العملية فلن أسمع، فإن ورد اتصال وكانت هذه كانت الوضعية بهذا الشكل فلن أسمع لا للاتصال ولا للموسيقى الموجودة في الهاتف. لكي أسمع الموسيقى سأضغط على، يجب أن تكون الإعدادات بهذا الشكل. إذا كانت هذا هو حل لإشكالية عدم سمع الموسيقى أو عدم سمع المكالمات الواردة في الهاتف باستعمال سماعات الأوريمو. إذا كنتم تواجهون إشكال أو كيف ما كان، فقط ضعوا التعليق وسأقوم بإجابة بهذه الطريقة، أي بوضع فيديو تفصيلي لحل الإشكال. شكرا لكم وإلى فيديو قادم بحول اللقاء.